في هذا الفيديو مقارنة بين مواصفات سامسونج S23 FE وشاومي 13T. أنا محمد وكل يوم فيديو تقني، تابعني. هاتف سامسونج أنحف، أما هاتف شاومي أخف وزنا. تتميز شاشة سامسونج بالنوع، أما شاشة شاومي تتميز بالدقة والبكسل والسطوع وعدد الألوان، كما تكون أكثر سلاسة وتستحوذ مساحة أكبر. أيضاً تدعم تقنية دولبي فيجن. حجم رام هاتف شاومي أكبر. بطارية هاتف شاومي تكون أكبر حجماً ويشحن أسرع، أما هاتف سامسونج يدعم الشحن اللاسلكي. يتميز هاتف شاومي بدعم إصدار بلوتوث أحدث، أما هاتف سامسونج يدعم إصدار واي فاي أحدث.
أخبرنا أي هاتف يناسبك، ولمشاهدة مقارنات أكثر ادخل إلى قناتنا.